طيب ايه الحكايه؟ اللعيبه عماله تتصاب ليه؟ يعني هل في احمال تدريبيه زياده ولا ايه اللي بيحصل؟ ولا هم مجهدين من المباريات اللي فاتت الفتره اللي فاتت؟ لا خليني اقول لحضرتك ان بالنسبه لاصابات اللعيبه، اصابات اللعيبه دي بتبقى غصب، لان في لعيبه راجعه من بطولات، في لعيبه عندها حمل بدني عالي. يعني لو بصينا على كوكا فهو بيلعب مع الاهلي الماتشات اللي فاتت كلها، بصينا على الشناوي بيطلع من دوري على كاس عالم انديه على ماتشات السوبر في الامارات، بيرجع على معسكر المنتخب، ففي حمل بدني اصلا هو زياده على اللعيبه. لو بصينا على اسامه جلال هو اصلا كان راجع من اصابه لبيراميدز وبيشارك اخو في مباراتين، فلو بصينا على اللعيبه اللي اتصابت هي في نطاق يا اما اصابه متجدده يا اما حمل بدني زياده من الاساس، لانه المنتخب لسه ما لحقش يتدرب. يعني المنتخب بيدفع فاتوره مش فاتورته. اللعيبه جايه اصلا مش ان هي اتصابت في المنتخب، لا بالعكس هي جايه كان يا اما مصابه يا اما حمل بدني زياده يعني. تمام.